في الدرس الخامس بعنوان استخدام الخلايا المرجعية في الدواء الإحصائي الأساسي، سنقوم أيضا بالتعامل مع نفس الملف الذي نعمل عليه، وهنا نريد أن نحسب مثلا نسبة كل شريحة من المجموع الكلي، نريد نسب هنا. إذا كيف لنا لذلك؟ من خلال مجموع المبيعات للشريحة الواحدة على المجموع الكلي، ويكون ذلك من خلال يساوي، نختار هذه الخلية، إشارة التقسيم والخلية للمجموع الكلي، ثم يساوي، يظهر لنا رقم بهذا الشكل، وهي ليست نسبة، نستطيع تحويلها إلى نسبة من هذه الإشارة هنا، إشارة المئة، وأصبحت نسبة. نريد أن تكون مع مرتبتين بعد الفاصلة العشرية، وهذه هي النسبة. إذا قمنا بالتعبئة كما تعلمنا سابقا إلى الأسفل، سيظهر لنا بعض المشاكل. لما ظهرت هذه المشاكل؟ بسبب أنه في هذه الخلية قد انزاح إلى الأسفل في كلا المرجعين، فهذا هو سبب المشكلة. ما الحل؟ الحل هو من خلال تثبيت الخلية هذه، فيكون ذلك من خلال الضغط عليها، تحديدها، و F4 يقوم بتثبيت هذه الخلية. وكما نلاحظ هنا، تكون التثبيت من خلال وضع إشارة دولار قبل اسم العمود، رمز العمود ورمز السطر. يمكن إضافتها يدويا خلال إشارة دولار أو F4 بعد تحديد هذا المجال. نقوم بالتعبئة الآن، نلاحظ أن الأمور سليمة الآن. يجب أن تكون مجموع النسب تساوي الواحد صم 100%، إذن الأمر تمام. والآن نريد معرفة بعض الأمور الأخرى عن هذه الشرائح. مثلا نريد أن نعرف أكبر قيمة، أصغر قيمة، وأيضا نريد أن نعرف عددهم، وأيضا العدد عدد مشروط، نريد وضع شرط معين. ويمكننا معرفة أكبر قيمة من خلال دالة max، نضغط تاب لفتح الدالة ونقوم بتحديد هذه الخلايا ثم enter. نلاحظ أن قد اختار الرقم الأكبر، ولكن نلاحظ أن هذه الأرقام ليست سهلة القراءة، فلا يوجد فيها الفاصلة فاصلة الآلاف، والأرقام مجمعة مع بعضها، لذلك سنقوم بضغط على زر الدولار هنا، ونلاحظ اختلاف كبير في نوع البيانات، في تنسيق هذه البيانات. نضغط هنا لمعرفة أصغر قيمة من خلال ماين، ماكس لأكبر قيمة والماين لأصغر قيمة، نقوم بتحديد هذه الخلايا وانتر. نريد أن ننسخ هذا التنسيق ليكون أيضا موجود هنا. الآن نريد أن نعرف العدد من خلال دالة count، count العد، نحدد هذه الخلايا وانتر. هنا نريد العدد مشروطا، نريد أن نضع شرطا لعد هذه الخلايا. الفرق بين دالة count ودالة sum أن sum تجمع محتوى هذه الخلايا، بينما دالة count تعد الخلايا فقط التي تحوي على أرقام. هنا نريد معرفة عدد الخلايا أو الشرائح هنا حسب دراستنا، count f مشروطة مثل ما أخذنا قبل قليل sum f. نقوم بتحديد هذا المجال ثم الشرط، نفتح
إشارة اقتباس، إشارة أكبر، نريد أكبر من 3 مليون، نغلق إشارة الاقتباس ونغلق القوس وإنتر. أظهر أن لدينا 3 شرائح أكبر، كان مجمل مبيعاتها أكبر من 3 مليون. كما نلاحظ هنا أن هذا الكلام صحيح، فقط مشاريع صغيرة كان أقل من 3 مليون. هذا كل ما لدينا لهذا الدرس.